احنا اشتغلنا جزئين طبعا، ليالي الجحمليه اشتغلنا الجزئين مع بعض، وهذا كان تحدي كبير جدا. تعب. وايضا الجحمليه، اشياء اقول للمشاهد اليمني انه مسلسل الجحمليه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى النجاح الذي شاهدناه في رمضان واقبال المشاهدين عليه، واصبح المسلسل الاول في اليمن من حيث المتابعين ومن حيث ايضا كل الناس تنوع الشخصيات والانتاج. نعم، حتى والناس تتحدث عن هذا العمل. اشياء اقول لهم ان هذا العمل ما جاش بسهوله، جاء بجهد جبار. يعني سواء جاء من القناه، من الممثلين، من طاقم الاخراج. كان عمل جبار فعلا. يعني لوكيشن جديد وبني، نعم. عندك كم كبير من الممثلين، عندك اداره ايضا اشتغلنا بحرفيه الى حد ما. وكان نقله حقيقه. جميل. انا اعتبر في مسيرتنا الفنيه كممثلين وفي الحاله الدراميه اليمنيه كان نقله. ليالي الجحمليه نقله. ما فيش عمل ما يخلوش من الاخطاء، لكن قدم لنا الكثير، اضاف لنا الكثير. نعم. فعلا حاولنا، شعرنا ونحن طبعا ليالي الجحمليه جمعت الصف الأول الممثلين اليمن، شعرنا بأنه فعلا ممكن نشتغل أعمال حرفي باحترافي. يعني اشتغلنا بحرفية نوعا ما، اشتغلنا احنا مع لاحظنا النقلة النوعية في المسلسل، في الصورة، في المكان، في صحيح، الصورة، في الحبكة، صحيح، وفي كل التفاصيل. حتى فكرة الموجودة الدكتور وسيم كانت متميزة، الفكرة اللي وضعها دائما نتكلم أنه المحتوى في العمل الدرامي إذا ما مش محتوى متميز ما تقبلش المشاهد بطريقة جميلة. والدكتور ما شاء الله كان عنده كانت القصة أيضا من أسباب نجاح ليالي الجحمليه، أنه حقق هدفه الذي أردناه، أن نسوق تعز ونسوق حارة من حواري تعز عريقة مثل الجحملية تصبح رمزية مشهورة. نعم. هذه الحارة، ولكن نعم، الكثير ما يعرفوش إيش اللي داخلها. المسلسل قدم الجحملية وأصبحت رمزية في الجمهورية اليمنية. أصبح الناس تسمع الجحملية 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 في كل المحافظات اليمنية، وهذا جزء من أهداف البرنامج وجزء من أهداف القناة، كان وفاء لتعز وللجحملية بتاريخ العريق أن قدمت. القصة كانت اجتماعية بعيدة عن 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 يعني مش قصة حقيقية حصلت في الجحملية، لكن اختيرت الجحملية لرمزيته وعشان تبقى رمزية الجحملية، وهذا ما خدم الجحملية. نعم. ولنا الشرف أن نقدم حارة عريقة مثل الجحملية برمزيته ودلالاته. يعني